مع تطور المنظومة الحقوقية الكونية بدات عندنا المفهوم ديال تندرس ديال فرضية إعاقة. فمن بعد مصادقة ديال المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بدات بداية الستينات بعض المراكز المتخصصة لا في الإعاقة الذهنية ولا بالنسبة للإعاقة الحسية البوفين وكذلك السمعية، كانوا مراكز متخصصة. كان الدور ديال وزارة التربية الوطنية هو مد هاد المراكز بالأطر الإدارية والتربوية بعض الكتب والمقررات الدراسية لا غير، إلى أن نظم مؤتمر دولي حول التربية كنظمته مؤتمر اليونسكو في أواسط التسعينات في سلامانكا، وخرج واحد البيان على التعليم الجامعة اللي كيقول بأن المدرسة لابد أن تستقطب جميع الأطفال دون تمييز على أي أساس كان، لا العرق ولا اللون ولا الإعاقة ولا إلى غير ذلك. كان مفهوم يلقوي الاحتياجات الخاصة، أن المدرسة لابد أن تكون مفتوحة على جميع أنواع وأشكال اختلاف. وعلى إثر هذا كانت تأسست في البلاد عندنا المندوبية السامية للأشخاص ذوي الإعاقة. كانت هذيك المندوبية على رأسها سيدة فاضلة اللي من خلال العمل اللي كان كيتقام ما بين المندوبية وما بين القطاعات الحكومية لا وزارة التربية الوطنية ولا الصحة، فكروا بأنهم يأسسوا أقسام إدماج مدرسي وهي أقسام محدثة بالمؤسسات التعليمية كتستقبل أطفال في ذوي الإعاقة على أساس أن هذا القسم يؤهلهم للاندماج الجزئي أو الكلي مع الأقران ديالهم. لكن هذه الفكرة هذه من بعد تطبيقها وتوسيع العرض مدرسي وإعداد ما يفوق من 700 قسم تبين بأنه مجموعة من الأطفال كيكبروا في هذه الأقسام. الخدمات البيداغوجية اللي كيتلقاو غير مناسبة وما كتلائمش مع الخصوصية ديال الإعاقة ديالو. وعلى إثر الدراسات اللي كانت قامت اللي قامت بها اليونيسيف واللي قامت بها اللي قام بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وكذلك اللي قامت بها وزارة التربية الوطنية، تبين بأنه لابد من تغيير هذا المفهوم. لماذا؟ لأن المدرسة المغربية ممكن أن تستقبل هذه الفئة من الأطفال في الأقسام العادية، لكن إذا كان هناك جهاز أو فضاء لكي يدعم التعلمات داخل الأقسام العادية. وقررت الوزارة في يوم 26 يونيو 2019 أنها تضع برنامج لتنزيل هذا التصور واللي تسمى برنامج وطني للتربية الدامجة، اللي وضعت له مجموعة من المحاور الاستراتيجية اللي كان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة وكذلك حضور رئيس الحكومة وإشراف مباشر للسيد الوزير اللي كان تحت شعار لن نترك أي طفل خلفه. ومن لن يترك أي طفل خلفه؟ هو الطفل، هو القرين داخل المؤسسة، لأن المؤسسة ستحتضن جميع الأطفال دون اختلاف. دونك غادي نحاول في العرض ديالي أنني نعرض عليكم الموجهات العامة للمشروع الوطني للتربية الدامجة، واللي الحقيقة ولا مشروع رقم 4 لتنزيل القانون الإطار 51/17 اللي كتعلق بالتربية والتكوين، واللي فيه مجموعة من المواد اللي كتهتم بالتندرس ديال الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادة 25 اللي غادي نشوفوا
التدابير والاجراءات اللي هي خداتها الوزاره باش تنزل هذا المشروع. الموجهات العامه كيف قلنا هناك توجيهات الملكيه الساميه، هناك كذلك دستور المملكه، قانون اطار 51/17، كاين هناك قانون اطار 97/13 المتعلق بالحمايه الاجتماعيه للاشخاص فوضيات الاعاقه، وكاين باب ثالث اللي كيتعلق بالتربيه والتكوين للمواد 11 و12 و13، كتنص على تسجيل الاطفال في المدرسه المغربيه وارساء هياكل لتتبع وتوجيه هذه الاطفال. اضافه الى هناك سياسه عموميه مندمجه اللي كتنسق الاشغال ديالها وزاره التضامن، واللي من ضمنها اجراءات وتدابير لتنزيل برنامج وطني للتربيه الدامجه، وهناك اتفاقيه دوليه لحقوق الاشخاص في وضعيه الاعاقه والماده 24 اللي كتكلم على توفير الترتيبات التيسيريه من اجل تعليم نظامي وجامع. اتفاقيه دوليه كذلك لحقوق الطفل المعتمده سنه 89، هناك كذلك خطه اهداف التنميه المستدامه والرافعه الرابعه اللي كتكلم على ضمان التعليم الجيد للجميع، اضافه الى المواثيق والاتفاقيات ذوي الصله بالمنظومه بمنظومه حقوق الانسان وحقوق الطفل الكونيه. الوضعيه الراهنه يعني بلا ما نطول عليكم، حسب اخر المعطيات اللي صدرت من منظومه مسار، هناك ما يفوق من 92,000 تلميذ كيتابعوا الدراسه ديالهم بالمؤسسه او المدرسه المغربيه. تم كذلك تحويل 700 قسم مدمج سابق الى قاعات الموارد للتاهيل والدعم، وهذه القاعات كتحتضن او كتاهل ما يفوق من 8,000 طفل. هناك 500 مدرس كيشرفوا على قاعات الموارد للتاهيل والدعم. هناك عمل من اجل تاهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات، غادي نشوفوا المساله هذه المشروع. هناك كذلك مسألة كيف امتحانات وظروف اجتيازها، حيث همت من خلال تكييف مضامين وكذلك تكييف زمن الامتحان، إضافة إلى أن تواجد شخص يصاحب من يجتاز الامتحان وتكييف كذلك التصحيح. وبالنسبة لدورة 2020 للسنة التالية بكالوريا، هناك 539 مترشح في وضعية إعاقة اجتازوا هذا الامتحان، وأن نسبة النجاح كانت 68.1% على بكثير من نسبة النجاح التلاميذ اليوم عاديين. هذا كبين على أن الإقبال على الطلبات بتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لجميع المستويات يتزايد سنة عن سنة. هناك ما يفوق من 450 مساعد في الحياة المدرسية كيتواجدوا في المدرسة المغربية، حيث أن المديرية الإقليمية كتمنح تراخيص لهاد المرافقين والمرافقات في الحياة المدرسية باش يرافقوا الأطفال في وضعية الإعاقة داخل فضاء المدرسة وكذلك حتى داخل قاعة الامتحان. الآن الأطفال اللي عندهم اضطرابات تعلم أو توحد ممكن انه يكون مرافق ليرافقهم قاعه الامتحان بالنسبه للسنه الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا. هناك 3590 طفل يستافدوا من الدعم الاجتماعي، اضافه الى انه مجموعه ديال 659 طفل استافدوا من اعاده التمدرس في اطار مدرسه الفرصه الثانيه بما فيها الجديد. هذا الشيء السنه الماضيه ولينا كنلاحظوا ان مجموعه من الجمعيات اصبحت كتهتم بهذا البرنامج ديال المدرسه في الفرصه الثانيه، وكيوجهوا التلاميذ اللي السن ديالهم اجتاز او كبر عن تواجدهم في المؤسسه انهم يتحولوا للتربيه غير النظاميه. وعدد من المديريه الاقليميه واتفاقيه شراكه مع الجمعيات لكي يهتموا بالمجال. اخيرا اظن الاسبوع الماضي بمديريه تطوان جمعيه
يعني وقعت اتفاقية مع المديرية الإقليمية من أجل الاستفادة من هذا البرنامج. كيف قلت البرنامج الوطني للتربية الدامجة كيشمل أربعة ديال المحاور الاستراتيجية اللي هي توسيع العقل المدرسي ليشمل تدريجيا لجميع المؤسسات، تطوير النموذج البيداغوجي، وتطوير الحكمة إضافة إلى المساهمة في التعبئة الاجتماعية. فيما يتعلق بتوسيع العقل المدرسي، هناك مجموعة من التدابير ومجموعة من العمليات. يعني الأمر واضح إن أنا تسجلوا معايا، غادي نخلي العرض للسيد المدير يتقاسموا معكم. كل تدبير عنده مجموعة من العمليات. مثلا بالنسبة لتوسيع العرض المدرسي، لابد من تحضير خريطة استشرافية، لابد من وضع وتنفيذ وتأهيل معايير تأهيل الفضاءات وتجهيزات، كذلك تأمين خدمات اجتماعية ميسرة الولوج والمساعدة على الاحتفاظ بالتلاميذ وذات إعاقة داخل الفضاء المدرسي. هذه العملية ديال الدعم الاجتماعي كتقوم بها الأكاديمية الجهوية بالتعاون مع المديريات الجهوية للتعاون الوطني من أجل توفير لائحة التلاميذ الذين سيستفيدون من خدمات الدعم، وخاصة أولئك الذين يستحقون المنحة التي تمنحها وزارة التضامن فيما يتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي. هناك أيضا مسألة تطوير النموذج البيداغوجي من حيث وضع مناهج دراسية مكيفة مع خصوصية الأطفال في ولاية الإعاقة، سواء بالنسبة الأولي أو ابتدائي أو إعدادي.